كنحس براسي انني وسط اهلي واحبابي واصحابي في مدينه وجده. المغرب الشرقي ديالنا، انتم دائما في البال. جينا حينا معكم هذه السهره، فكانت سهره رائعه بفضل الجمهور اللي تبارك الله دخل وشجعنا بزاف. يعني كانت واحد السهره، يعني انا ما حسيتش براسي انني خارج مدينتي، فمدينتي الثانيه اللي هي مدينه وجده. الحمد لله دوزنا سهره زوينه.